ناس كتير بتشتكي انها بتدعي ربنا كتير قوي وربنا مش بيستجيب منهم دعائهم. انا هقول لك على اكتر حاجه ممكن تكون واقفه ما بينك وبين استجابه دعائك. ركز معايا قوي في الفيديو ده، ويا ريت قبل ما نبدا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن ابي وقاص بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه. رد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والحاجة دي بالذات هي من أهم شروط إجابة الدعاء، إنك تكون ما بتقبلش على نفسك مال حرام. بتتقي ربنا في نفسك، بتتقي ربنا في زوجتك وأولادك، وما بتقبلش إنك تدخل بيتك أو تصرف على أهل بيتك من مال حرام. للأسف دلوقتي الحرام بقوا بيحللوه، الربا بقى تواين، الرشاوي بقت إكراميات، السحت بقى فهلوة وشطارة، وقيس على ده كتير قوي. ربنا يرحمنا ويسترها علينا. لو أنت فعلا عاوز تبقى مستجاب الدعوة، خد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وخلي الحديث ده قدام عينيك: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. وفي عالم من علماء المسلمين واسمه ابراهيم ابن ادهم، وده من كبار علماء المسلمين. واحد راح له فبيساله: ما لنا ندعو الله ولا يستجاب لنا؟ فرد عليه وقال له: لان قلوبكم ماتت بعشره اسباب. فعاوز قبل ما اقول الاسباب دي تنتبه معايا وتشوف كم سبب من اللي هقولهم دلوقتي عندك او عندي واقفين بيني وبين استجابه الدعاء. ايه هم العشر اسباب؟ رقم واحد: عرفتم الله ولم تؤدوا حقوقه. كلنا مسلمين وموحدين بالله، بس للاسف دلوقتي اغلب المسلمين كلمه مسلم عندهم بقت صفه في البطاقه بس مش اكتر. تاني حاجه: وزعمتم انكم تحبون رسول الله وتركتم سنته. لو جينا سالنا اي حد مسلم: انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيقول لك: طبعا، ده النبي صلى الله عليه وسلم. تعال بقى بص على افعاله، هتلاقي عنده الدنيا بايظه على الاخر، عايش دنيا وبس، ما بيعملش اي حاجه لاخرته الا ما رحم ربي. انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم تعب وشقي وتعذب قد ايه عشان الدنيا يوصل لنا؟ احنا للاسف بقى افعالنا بقينا بنضيع ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. واحنا للاسف ضعنا، وضعنا ليه؟ عشان عملنا بعكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، احنا للاسف بعدنا عن الكتاب والسنه. ثالث حاجه: واكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها. ربنا عز وجل بيقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بانعم الله فازاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. رابع حاجه: وزعمتم ان الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه. الشيطان تقريبا كده وصل معانا لمرحله ان خلاص ما بقاش محتاج يوسوس للناس. تقريبا البشر دلوقتي هم اللي بقوا بيعلوا على الشيطان ويتفننوا في عمل المعاصي. خامس حاجه: وقلتم ان الموت حق ولم تعملوا له. السادسه: وقلتم ان الجنه حق ولم تعملوا لها. سابع حاجة: وقلتم أن النار حق ولم تهربوا منها. ثامن حاجة: وانتبهتم من النوم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. مفيش حد فينا دلوقتي بيحاول يصلح من نفسه، وده لأننا دايما مشغولين بغيرنا، وإننا نطلع كل اللي حوالينا مش تمام ومش كويسين، وإحنا بس اللي ملايكة بجناحات. ربنا عز وجل بيقول في كتابه الكريم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ اشغل نفسك بنفسك بس، ومالكش دعوة بحد، إنك مش هتشيل شيلة حد ولا حد هيشيل شيلتك. تاسع حاجة: ودفنتم موت ولم تعتبروا به. قلوب الناس دلوقتي للاسف بقت من حديد، مفيش حد بيتعظ، مفيش حد بيعتبر الا ما رحم ربي. عاشر واخر حاجه: وقراتم القران ولم تعملوا به. للاسف احنا عدينا المرحله دي، احنا اصلا ما بقيناش بنفتح المصحف ولا نعرف ايه فيه عشان نعمل بيه ولا لا، الا ما رحم ربي، ودول بقوا قليلين قوي. دول 10 اسباب واقفين ما بيننا وما بين استجابه الدعاء بتاعنا. بالله عليكم، مش كلهم موجودين وملازمنا في حياتنا ولا ده اي كلام؟ للاسف ده مش كلام، ده واقع ملازمنا وبنعيشه. لازم نتوب بجد، لازم نتغير من جوانا بجد، وده عشان ربنا يقبلنا ويتقبل منا الدعاء بتاعنا. ربنا يتقبل منا صالح الاعمال ويرزقنا الثبات على الطاعه ولينا القلب. اللهم امين. سلام.